السلام عليكم ومرحبا بالمترشحين والمترشحات. اليوم 3 أبريل 2023، المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي أعلنت على مناصب أخرى في التعليم الأولي. كيفاش غادي نتسجلوا؟ دابا غادي نتكلم لكم من أ حتى لزاد، يعني راها فتحت موقع جديد ديال التسجيل، يعني التسجيل ولا بطريقة أخرى. كيفاش غادي نتسجلوا؟ تبعوا كاع المراحل باش يكون التسجيل ديالكم صحيح. اول حاجه اللي كنديروا التعليم الاولي 2023 في منصه جوجل، من بعد كندخلوا لاول موقع اللي فيه تسجيل في مباراه التعليم الاولي 2023، ومن اللي كنشوفوا لتحت كنلقاو عنده علاقه بالمؤسسه المغربيه للنهوض بالتعليم الاولي FMPS. كندخلوا لهذا الموقع هذا، فوالا. من اللي كندخلوا الموقع تيعطينا التسجيل في مباراه التعليم الاولي، وباش تاكدوا ديما وتعرفوا باللي راه تعلن او لا تلانسا شي كونكور، كتجيو كتشوفوا هنا التاريخ شنو عندنا هنا، 3 شهر 4 2023، يعني اليوم. هذا هو الشعار ديال المؤسسه، غادي نهبطوا. دونك هاد النص ديما تيتعاود، ما كاين لاش نقراوه. الشروط فهي مازال نفس الشروط، ها هي الشروط، قراوها فوالا. من بعد كنمشيو للوثائق، الوثائق مازال هي هي، بالنسبة للمهمة مازال هي هي، والإعلانات الحديثة يعني ولاو مناصب أخرى، 117 منصب في العريش، 35 منصب في طنجة، 24 منصب في بني مليل، 7 المناصب في جرادة، 5 في فاس، يعني المدينة ديالك تقدر تلقاها هنايا، 12 في الصخيرات، 30 في مولاي يعقوب، 39 في الخميسات، 27 في المضيق، 110 في تطوان، 49 في الرشيدية، 49 في تازة، 4 في ورزازات، 8 في بوجدور، 8 في بركان، 12 في وزان، 17 في شفشاون، مراكش كذلك حتى هي كاينة اللي فيها 54، 5 في السمارة، 121 في ميدلت، 62 في الحسيمة، 56 في وجدة، 47 في الدريوش، هي تنغير 150، 39 في مكناس، 9 في صفرو، 12 في تطوان، 1 في أكادير، 48 في فيقيق، 55 في الناظور، 58 في توريرت. طريقة التسجيل، طريقة التسجيل هي اللي علقاوها دابا، كاين هذا الموقع وكاين هذا الموقع هذا، نخليو هذا من بعد ونشوفو هذا. ملي كنكليكيو على هذا، هذا شنو تيعطينا؟ كيعطينا فقط هذا الموقع اللي كنا فيه دابا بالعربية، كيترجموه باللغة الفرنسية. وفي نفس الوقت واحد الإضافة اللي مهمة تعطيه لنا هذا الموقع هذا، هو كيعطينا المجموع ديال المناصب اللي مطلوبة. نشوفوها. إذن الإخوان والأخوات، فوالا هادو هما المناصب اللي كاينين، 1246 إيديوكاتور إي إيديوكاتريس دو بريسكولير 2023. التاريخ هو 3/4/2023، مترجم بالفرنسية. فوالا هنا عندنا كلشي مترجم بالفرنسية، وكيبقاو المناصب هي هي. فوالا هنا لو بروفيل ريشيرشي، يعني الشروط، هنا كاين لي كاركتيرستيك دي بوست، وهنايا شنو هما لي زوفر، يعني المناصب اللي كاينه، هما اللي كنا قريناهم دابا شويه. فوالا باش تبغي تسجل خصك تجي لهذا الموقع اللي هذا لي emploi.fmps.ma، وغنكليكيو عليه. ملي غادي نكليكيو عليه غادي يعطينا واحد المنصه جديده اللي ما عمرنا دخلنا ليها، يعني عاد داروها جديده. فوالا هذه هي المنصه. دونك كيفاش غادي نتسجل انا في هذه المنصه هذه؟ واش ندخل البروفانس ديالي والكومين والدوار والنمبر ان ديكسبيريونس، ولا شنو غندير؟ اول حاجه خصك ديرها، هنا كاين جيد ديتيليزاسيون، ملي كتكليكي عليه كيعطيك واحد الفيديو اللي كيشرح لك جميع المراحل. فوالا اللي هو هذا، هذا هو الفيديو اللي كيشرح لك المراحل. هاهو. دونك نكملوا على الشرح ديالنا. باش تبغي تسجل كتجي لهنا سكونيكتي، كتكليك عليها وكتسجل مع هاد الموقع هذا. اذا ملي كيعطينا هنايا فوالا، هنا كتدخل السي اي ان ديالك، يعني لا كارت ديتونتيتي ناسيونال، وكدير له مود باس ديالك. مود باس كديرو نتا، وهنا بالنسبه للاسم كدير النمره ديال لاكارت. هنا كدير سكونيكتي، الا كنتي ما مسجلش كتجي لهنا سانسكريغ. ملي كتكليكي على سانسكريغ كيعطيك هنا، كتدخل النيميرو ديال لاكارت، هنا كدير لو نون ديالك، لو برينو،
هنا كدير المود باس وكتكونفيرمي المود باس، هنا كدير الايميل، هنا الرقم ديال الهاتف، وهنا لا دات دو نيسونس حيت هما دايرين لحد 35 سنه. من بعد كدير كخيي مون كونط، ملي كدير كخيي مون كونط كيصيفطوا لك في الجيميل ديالك تفعيل الحساب عبر البريد الالكتروني، كتكليكي على فيغيفي لادريس ايميل، كتولي مسجل معاهم وكتجي هنايا كدير سكونكتي. تسناوها ملي كدير سكونكتي بحال كتسجل مثلا في الفيسبوك او في شي موقع عادي، ملي كدير سكونكتي كتدخل السي اي ان ديالك هنا والمود باس وكدير سكونكتي. ملي كدير سكونكتي غادي نشوفوا المراحل اللي غادي نتبعوا باش نتسجلوا. ملي الكونت بليت فاليدا كتدخل تكمل الملف الشخصي ديالك، كدير الصورة، كتبدل الصورة ديالك، كتحمل الوثائق اللي عندك، البطاقة الوطنية كتسكانيها وتحطها على شكل PDF. من بعد كتلقى اللغة والمؤهلات، يعني اللغات اللي كتقول العربية الفرنسية والإنجليزية، وبالنسبة للمؤهلات يعني لي كومبيتونس اللي عندك شنو هي الحاجة اللي كتقنها. من بعد اللغة والإكسبيريونس كتمشي للفورماسيون، الفورماسيون كتعمر فيها الشواهد اللي عندك. من بعد الفورماسيون كتمشي للإكسبيريونس اللي كانت عندك شي تجربة كتعمرها في الخانات اللي عندك، وفي الأخير كتكليكي على الصفحة الرئيسية باش ترجع لزوفخ. ملي كندخل لزوفخ كنمشيو لديك بروفانس، كنديرو المدينة اللي حنا فيها باش كطلع لينا هنايا، كنحيدو إما ندير باغ إكزومبل فاس. ملي غندير فاس هنايا نشوفو الكومين والدوار اللي بغينا نديروهم، مبغيناش نديروهم دونك كنديرو هنايا فيلتر وكيطلعوا لنا هنا كاملين. دونك كنكليكيو ومن بعد كتعطينا بوستولي. وملي كدير بوستولي كتلقى العملية تمت بنجاح وكتسنى.